مرحبا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة على قناتي حكم، بتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس. بداية يا أصدقائي، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. حلقتنا لليوم طريقة تصدر نتائج بحث جوجل والحصول على كم زيارات مرضي جدا. طبعا مقالات خضر، المقالات الخضر اللي هي زيارات دائمة من محرك البحث جوجل عبر مقالات احترافية جدا. بداية يا أصدقائي، هذا الموقع موقع جديد فيه تقريبا 140-130 مقال إلكتروني، تمام؟ لو فرضنا أجينا على هذا المقال بعد ما هيئت الموقع عبر إضافة الرنك وأجيت نشرت هذا المقال، هذا المقال شوفوا طريقة تنسيق المقال احترافية جدا جدا. لو أجيت بحثت عن هذا المقال في محرك البحث أو أي مقال موجود في موقعي راح نشوف النتائج بالطريقة هاي، تمام. أنا كيف بدي أتصدر نتائج بحث جوجل وأحصل على زيارات؟ عبر هذه الحلقة راح تتصدر نتائج بحث جوجل وتحصل على زيارات. نتائج الزيارات من محرك البحث جوجل إنك بتقدر تشتغل على بروكسيات وتحصل على سعر نقرة مرتفع، تتخلص من التقييد بشكل دائم، وأيضا تتصدر نتائج البحث يكون في عندك حجم زيارات دائم على طول. طبعا هذا الموقع يا أصدقاء مقالاته مش مأرشفة في محرك البحث جوجل ولا بأشكل من الأشكال. أنا بدي أخذ المقالات الموجودة فيه بالطريقة هذه، أجي على إضافة مقال على موقعي وبيجي بنزل الصورة بالشكل هذا وبأخذ المقال بالشكل هذا. اعملوا مثل ما أنا عامل بالضبط، بلصق المقال، بعمل إزالة التنسيق، تمام، وبقوم بإزالة الروابط اللي موجودة، يعني ها بالطريقة هاي. بيجي بنزل الصورة اللي موجودة في الموقع أو في المقال وبأخذ عنوان المقال، يا إما بتعاود صياغة عنوان المقال أو بتنشر المقال بالطريقة هاي، لأن هذا المقال أو هذا العنوان لو أجيت بحثت عنه في جوجل مش موجود أساسا. يعني هذا الموقع ناشر مش ناشر المقال، المقال أساسا مش موجود في محرك البحث جوجل، فأنا بالطريقة هذه راح أتصدر. طبعا تحط الكلمات المفتاحية بالشكل هذا على الصورة، وتحط العنوان اللي هو العنوان اللي اخترناه، وتيجي تمسح أول بداية للمقال وتلصق العنوان، تمام، ونأخذ أول كلمة أو ثاني كلمة أو ثالث كلمة من المقال وتلصقها في إضافة الرانك ماث لحتى تعطيك نتيجة 60%. فأنا بدي أضيف الصورة هذه هان بطريقة هاي، وهذا المقال مقال التصنيف. الميزة الرائعة إن أنا راح أضع رابط موقعي داخل المقالات لحتى أرفع اللي هي القيمة في إضافة الرانك ماث، وأيضا أجيب رابط جوجل ولحتى أرفع مثل ما أنتم شايفين 66-71 بالطريقة هاي، تمام. لحتى تتصدر أعلى وأعلى يجب أنك تضع صورة بحجم أكثر، يعني لو وضعت هان كمان صورة يصبح أي صورة مقال ثاني، يعني تصبح الرقم 73، وندعس نشر، نشر المقال بالطريقة هاي. تم نشر المقال، شايفين ما أسهلها؟ الآن نأخذ المقال أو رابط المقال نشاركه على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام، وأيضا على أدوات مشرفي المواقع. يوميا يكفيك 10 مقالات فقط لا غير، تمام. بالطريقة هذه راح أضيف كمان مقال، نيجي على المقال اللي بعده. تحفظ المقالات اللي قمت بإضافتها لحتى ما تعيد الكرة على نفس المقال. نحفظ الصورة، نأخذ عنوان المقال، نعمل إزالة التنسيق، نشيل الروابط. أي موقع قديم تقدر تستخدم مقالاته لحتى تتصدر نتائج البحث. طبعا هنا نغيرها ل 24، وهنا نشيل الروابط كاملة، نغير التواريخ ل 24 2024 2024 بالطريقة هذه.
تمام 100% أصبح المقال منسق جاهز، مش موجود في محرك البحث جوجل أو بينج أو أي موقع يعني محركات بحث. ننزل الصورة، نأخذ العنوان، نلصق العنوان هان ونعدل على تاريخ 2024 بدل 23. ننزل الصورة، هذه المقالات اللي موجودة في موقع هذا احترافية جدا، من ناحية التنسيق، من ناحية المربعات، من ناحية التصميم، وأيضا مقالات مقبولة في جوجل أدسنس للعلم. هذا الموقع تم تقديمه لجوجل أدسنس، وبإذن الله رح نحصل على قبول سريع. نمسح، نلصق، نأخذ الكلمة الثانية ونلصقها في الرانك، تمام، ونيجي نضع الروابط تاعت الموقع الخاص فيا أو أي روابط مقالات خاصة الطريقة هاي، ونأخذ رابط أدوات مشرفي المواقع اللي هو يكون رابط خارجي داخل المقال لحتى يوصل معك 74، وندعس نشر. تمام يا أصدقائي، بالطريقة هذه تقدر تتصدر نتائج البحث، وبتقدر تحصل على كم زيارات. يعني لو أجيت على المقال هذا بعد تقريب الساعة ساعتين راح يكون مأرشف في محرك البحث جوجل. شوف التنسيق ما أرتبه، هذه المقالات الصح، هذه المقالات الحقيقية، هذه المقالات اللي يمكن. لا يعني شوف، دائما لما بدك أرباح من أدسنس عمرك ما بتحصل على أرباح، اجتهد في مقالات حقيقية صح لحتى تحصل على زيارات. يعني كمان ساعة رح يكون موقعي متصدر بالنتيجة هان، تمام، ومجرد ما تصدر بالنتيجة هان فأكيد رح أحصل على زيارات. مثل ما شفتوا أنتوا أدوات مشرفي المواقع، لو أجينا على الموقع هان نفتح أدوات ثانية، طبعا مش هذا هو الموقع، هذا هو الموقع الدومين مثل ما أنتوا شايفين. يعني بالأمس 11 نقرة، 16 نقرة، 1428 نقرة، والحلو إن النقرات هذه من الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى تعمل فائدة للجميع، وأتمنى مشاركة القناة لحتى توصل لأكبر قدر ممكن من الناس وتكون فائدتها كثير عظيمة ومجانية. بداية يا أصدقائي، الحلقة القادمة راح أقوم بنشر اللي هو سكربت ألعاب مدفوع بشكل مجاني. هذا طبعا سكربت رائع جدا جدا مثل ما انتم شايفين، وفي كم ألعاب مرعب جدا جدا، نسبة القبول 70-80%. طبعا هذا مدفوع مع كود التفعيل راح يكون مجاني لكم. يعطيكم العافية ويسعد مساكم الطيب.